لارتشا بحدك يا الموتير رتش بالصية فافا خفف ضربتك بالمنكوش تاعك هلا بتساوي هزة أرضية بالصين جد جد دخلنا بالصين شو دخلنا بالصين إذا الكرة الأرضية لقطها بإيدك نحن هون الصين تحت يعني ممكن الضربة بتوصل مزبوط يا طوفي مزبوط جدي وانتبه على شروش السفرجلي حاضر جدي عراسي شو هيدا لك شو عم بيصير عمي أبو رياض أهلا أهلا لك شو أهلا 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 شرفت لك شو عم تعملونا بالأرض شو منعمل لك بالأرض تفضل قعميز قعميز أنت صار لك زمان ساكن هون لك شو خلقت هون أنا شو صار لي زمان ساكن هون أنت كل صار لك زمان عايش هون لك هي إيه خلقان هون شو في هلا شو خلقان هون لك إيه خلقان هون شو معلق على هون هلا شو في ما معك خبر شو في عندك في عندك كنز هون هلا كان شو عندي ألماز يعني وجواهر يا محلى الألماز والجواهر خلينا أعرفك على الشباب فافا طوفي الشغيلة أهلا المهندس فؤاد مرحبا المهندس فؤاد ايه هو هيدا فؤاد المهندس فؤاد المهندس ممثل مصري ومات شو اشبك ممثل مصري شو ما في ممثلين غير فؤاد هيدا المهندس حضرته صاحب الارض هو صاحب الارض لازم هلا تكون فرحتك لفوق فوق بالسما ليك شو عم تطلع بيتك بالقلعه ما سمعت انه صار عندنا نفط لك شو نفط شو جاب نفط لهون انت وين بيتك لك هون بيتك على راس بيروت لك طيب قدامك شو في هون هلا البحر البحر والعدو وراك لك شو خص هلا هي عم تفوت لي بمواضيع عمي ابو عباس بكره بده يطلع النفط نحن هون هلا بده يطلع نفط عندك انت عندك نفط ببيتك وما معك خبر كيف اكتشفت انه عندي نفط ببيتي انا لي 40 سنه قاعد هون ما في ماني ما اكتشفت يا حوي المهندس فؤاد ليك يا حني حني فرجي الخرايط عليك إيه؟ تشوفها وتشوف ال خرايط علي شوفها شوفها حضرتك على البلوك رقم 4 سامع بالبلوك رقم 4 هذا بالبحر ليك الابتداد تبعه وين واصل تحت بيتك على 3150 شوف النقطة هيدي لك شو خاصة 3150؟ ليه؟ كيف شو خاصة؟ اي تي تي 12 هيدي النقطة انت النقطة تاعيتك اي تي تي 12 هو هلا شوف هون نحن بيطلع لك نفط اكيد هلا بيطلع لك حسب نفط عباس لك عمي ابو رياض ما تدوخوني هي اصلا عندي. هون عندك نفط من ايام جد جده لابوك وانت ما معك خبر جد جد بيي؟ ايه عباس عنده نفط؟ ايه طيب هلا كيف مكتشفينا من ورا الخرايط؟ ما هن الخرايط بوجهك الخرايط بوجه؟ ايه يا خيي فهمني هلا انت حضرتك المهندس نعم وهيدي بتقول انه انا عندي هون نفط 100% وحاول نحن لقينا النقطه النقطه هيدي اهم شيء تلاقي النقطه يا خيي عباس تشرب تفل يا خيي شو بدي بالتفل هلا انا ما بشرب قهوه ما بتشرب قهوه بدك تشربني تفل نحن بنشرب ما بدكم تفل طلع دود جده طلع دود ايه خد شربه عم ينكد عباس نعم. نحن هلا عم ننكش لك هون عم ننزع لك الهيئه لانه هلا بده يطلع عندك نفط هون لك هلا اذا بيطلع نفط نزع الهيئتين ما عندي مشكله بده يطلع نفط بدك تصير انت اللورد عباس ابن الحج ابو راغب يعني هلا بيهب النفط طلوع بيهب النفط طلوع هلا تتفجر الانابيب طبعا عباس هيدي كل المنطقه كانت هون كلها هيئتها هون كانت كلها شجر بلان يعني هيدا قد ايه صار حقه العقار هلا يا جماعه لا تقول قدام حدا بيجوا بيعملوا لك مشكلة هلا عم ابو رياض كان بلين هون كله هيدا بالاساس كان كله هيدا شجر بلين هون بعدني بذكره لفهد كان يجي يغني هون تحت البلين مين فهد؟ فهد بلين إيه؟ شو خص فهد بلين بالبلين كان كله بلين وصنوبر هون ومش صنوبر وصبير وهذا دق له لفهد خليه يجي يغني لنا شوي العمر إلك فهد توفى فهد؟ ايه توفى فهد أنت توفى لك صاروا كذا سنة ميت يا عمي الله اللي معه مصاري أدقلك معه؟ 3 ليرات عصمالية ومجيديتين مجيديتين وثلاث ليرات عصمالية عم تحكيني من أيام التاريخ هذا أبو رياض جاع الشباب ما ناكل جاي. يلا ضرب إيدك بدنا نطعم الشغيلة إيه بطعميه ولا الشغيلة؟ شو؟ جعنا جعنا بدي عليك شي فروج على ذوقك أنت بدك خروف لحالك بدك فروج؟ شو فافا؟ شو طوفي؟ شو استاذ فؤاد؟ يلا رح بلش يبين معنى النفط لأنه ليك هيدي التربة هيدي هون التربة هيدي رملوية تربة بعزك خيي طلعوا لنا النفط هلا طيب هي بين شيء بين شيء فافا في شيء عم بيبين انكش في اللبن بين جدي لك شو انكش في اللبن شباب يلا بدنا شو بدنا دخيلك بين يا ويلك يا ويلك خبرنا الفار شفت عباس عمي ابو رياض
حملت ونقرت. شو هيدا؟ شو عشبك على البسط انه طلع عندك بترول عملت تحتك؟ انا عملت تحتي ما عملت تحتي ولا شيء؟ شو هالريحه هيدي؟ شو هالريحه هي؟ ريحه مجرور. شو هيدا اللي طلع؟ ريحته مجرور هي؟ هيدا شو يا طوفي؟ شوف لنا اياه يا مهندس. ايه ايه منه ما هيئته بترول حسب الريحه. شو ما تكون بدنا حدا يدوق. دوقها. شو بدي دوق؟ معك سيجار؟ لشو السيجار؟ بتغطه بالبترول بتدوق اذا طلع بترول بترول ما طلع بترول بيكون ما تكون خربت المجرور. اي مجرور؟ الله لا يغفر المجرور تاعك؟ طلعت ريحة الخرمة كلياتها؟ لك يا عمي مزبوط في ريحة مش طبيعية. وين المفط؟ وين المفط؟ يمكن فرقة معنا شوي عم ابو رياض شي 3 4 متورة. لك هلا قلت لي 812 ومدري شو هي؟ لي على قامتك ولي على قامتك. لا عم شو؟ هيدا خرطنا له المجرور لعباس. شو معنا مهندس فؤاد وين طلع لكان عندك ال بعتقد جوا اذا طلع المجرور هون لكان لازم يفوت نخرط له الحمام حمام. اي حمام تخرط من حمام مين بدك تخرط حمام تاعك شكله كله مجرير حول الحمام إيه كل عمرك قاعد ببيتك معمر بيتك على المجرور وما معك خبر لك يا حي ما كل اللي بيوفي تحت منا مجرير شو هالحكي هذا يلا جيبوا العده لنفوت لنخرط ياكلوا الشباب بدهم يتغدوا جاعوا جاعوا الشباب شو بدهم ياكلوا تاكلوا سمك لحظه عمي ابو رياض بدنا نجيب لهم انا سمك هلا فوق المجرير سمك كمان عشان نعمل عندك جفت لشو الجفن؟ ليك السمكات كيف عم بيلعبوا عندك على السفرج اللي فوق؟ تعبيس بيس؟ لك اي سمكات سمكات على السفرج اللي تعبيس؟ يلا مهندس تفضل يلا شباب يلا شباب يلا لك يا عم شو بالاول هي؟ عباس رح تصير مليونير لك اي مليونير؟ مليونير مجرير؟